اهلا وسهلا بكم مره تانيه في تفاصيل وختام ومسك. نتكلم بقى شويه عن خططنا اللي بنبقى عايزين ننفذها. نتكلم بقى شويه عن التحدي اللي بناخده علشان نوصل للشكل اللي يعجبنا. يمكن يبان عنوان الفقره ان هي تخسيس وانقاص وزن والكلام ده، لا هي مش بس كده، دي تحديد مصير، دي ثقه في النفس زياده، لانك لما تقول انا عايز انا ببقى اللي انا عايزه. منورني ومشرفني دكتور رامي العقاد، المتحدث الاعلامي لمبادره مصر 2020 ضد السمنه، والخبير بالانظمه الغذائيه وعضو الفريق الطبي لشركه هيلسي لايف للرشاقه والتجميل. منور النيل، اهلا بيكي، ومبسوط ان انا معاكي، ومبسوط مع تفاصيل وبرنامج اكتر من رائع. ويا رب النهارده يعني بختام ومسك زي ما انت بتقولي، ونكون بندي تفاؤل وابتسامه لكل الناس ان شاء الله. تعالى بينا نبدا فقرتنا بسرعه. يا رب. قول لي احنا في الشتاء ينفع نخس في الشتاء؟ ده اكتر حاجه ممكن نخس فيها في الشتاء. الناس كلها السائد كل بيتفرج عليه يقول لك ايه في الصيف اكتر، ده احنا هنخس وهنعرق ومش عارف. لا، الشتاء اكتر من الصيف. اولا قبل ما اخش ليه الشتاء اكتر من الصيف، احنا بنتكلم عن السمنه. السمنه دلوقتي للاسف بقى الشباب قبل الكبار، الناس كلها بيجي لها سمنه دلوقتي. امراض العصر كلها سبب رئيسي منها هو السمنه. السمنه هي مشكله المشاكل للاسف، يعني الم المفاصل، الضغط، السكر، كل الامراض سببها سمنه. الشتاء ليه؟ الشتاء احنا عندنا بيحصل ان معدلات الحرق بتزيد في الشتاء، والجسم بيعايز يحافظ على درجه حرارته الطبيعيه اللي هي 37 درجه ونص، فبيعايز معدل الحرق بيزيد. معدل الحرق بيزيد، حضرتك بتجوع اكتر، فعايزه تاكلي، وقاعده تتفرجي على التلفزيون على نهال طاير وتفاصيل، وبشوف رامي العقاد بيقول ايه، فعايزين بقى ايه ناكل ايه، نقزقز كده ونعمل حاجات، فاحنا بناكل وبنقزقز، فوزننا بيزيد، لان احنا عايزين بقى نشبع خلاص في حاله من الجوع كتير جدا. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنسد الشهيه دي. هو هنا بقى مكمن او مربط الفرس. لازم نسد الشهيه، عشان لما نسد الشهيه ما يبقاش ان احنا عندنا معدل الحرق يبدا يزيد. فبنقدر النهارده من خلال هيلسي لايف ومبادره مصر 2020 للقضاء على السمنه ان شاء الله، وده هدف من هذا، احنا عندنا هدف ان احنا نقضي على السمنه، ان احنا نعمل ايه؟ نعمل عمليه سد الشهيه. لما يحصل عمليه سد الشهيه يحصل ايه بقى؟ تحصل لك عندك شعور بالشبع. مش هنحرمك، احنا عندنا شعار كده، يعني احنا عندنا النهارده هنقضي على السمنه بدون حرمان وبدون مجهود. ايه بدون حرمان وبدون مجهود؟ كتير مننا ينهال بيبقى عايز ايه؟ يقول لك ايه، الله لو اكل البسبوسه دي، الله لو اكل. بص، وفي ناس بيدوا انظمه غذائيه وبعد كده يرجع ضميره يأنبه. احنا عندنا بقى يقول لك ايه، ممنوع، ما في قائمه ممنوعات كده. لما بنروح نعمل دايت يقول لك ايه، ممنوع ممنوع ممنوع، وناكل مثلا حاجات معينه، تفاح او مش عارف ايه، وتلاقي الناس بقى وشها دبل، ما بياكلش العناصر الغذائيه الكامله. لا، احنا بنقول له لا، احنا مش هنحرمك من الاكل، وكمان مش هنخليك انت. في ناس يقول لك ايه، انا لسه هروح الجيم، او يشترك، وكتير مننا بيشترك في الجيم، يروح حصه كده حصتين وياخد الحماسه، بقى كده الموضوع يهبط عنده. فالهبوط عنده ده اللي احنا بنقول لك النهارده مع الانظمه الغذائيه اللي معموله من شركه هيلسي لايف، ان بنقول لك ان احنا النهارده مش هتحرم نفسك من الاكل، وكمان لو مش عندك وقت تروح جيم، لا احنا النهارده بنقدم لك الحل السحري اللي يخليك تخس بدون كل الكلام ده كله. أول ما دكتور رامي كلمنا قال إحنا أصحاب الحل الفعال والأساسي في هيلسي لايف عن الكبسولة اللي بتسد شهية. فأنا سألته، ممكن فعلا حد يقعد طول اليوم ياكل وجبات خفيفة وما ياكلش كتير ويجي في آخر المشوار يحقق التارجت اللي هو عايزه؟ قال لي آه طبعا. طيب الثقة دي بقى، الثقة دي جاية لكم منين؟ الثقة دي جاية لنا من تجارب فعلية على أرض الواقع، من فعلا ناس كتير حياتها اتغيرت ينهال. ناس كتير كانت بيقول لنا أنا عندنا مشكلة. في ناس مشكلة السمنة إيه؟ في ناس بتوصل عندهم الانطوائية، في ناس بيحصل عندهم تنمر، تلاقي جوزها بيتريق عليها، يا تخينة، سوري في اللفظ، أنت ليه؟ وتتكسف تنزل، وتتكسف وتقول لك أنا ما بلاقيش أي لبس أشتريه، وهو بيتكسف ينزل يشتري أي لبس. مشكلة المشاكل، التنمر، الانطوائية، الاكتئاب، ما بتقدرش تنزل تروح مع أصحابها. لا، احنا النهارده بتجارب فعليه، ناس كتير النهارده مع هيلسي لايف ومبادره مصر 2020 القضاء على السمنه، والله يا نهال ناس كتير بتقول لنا ربنا يبارك لكم، حياتنا اتغيرت فعلا، لان انا بدات البس اللبس اللي انا عايزاه. اي بنت النهارده عندها مناسبه، عندها فرح، عندها حاجه، نفسها تلبس اللبس شيك وتبقى عليها انيقه وشكلها جميل. اي راجل النهارده نفسه يلبس اللبس يبقى البدله عليه كده شيك وشكله كويس. لكن مشكله السمنه بترجعه ورا كتير، واحنا عايزين نتقدم، عايزين يبقى عندنا اللي انت قلتيه، ثقة بالنفس. صح، هو ده اللي عندنا. طب دكتور رامي، بتفرق الزيادة في الوزن من سن لسن؟
طبعا تفرق من الاطفال للست للراجل للكبير للبالغين بتفرق، واحنا بنتحدى ان احنا من 10 ل 15 كيلو في الشهر ان انت تقدر تنزل النهارده مع الكورسات بتاعتنا في هيلث لايف. ليه بقى؟ النهارده الست بتختلف عن الراجل اختلاف بيولوجي، وكمان في نفس التوقيت الكتله العضليه عند الست بتختلف عن الراجل، الراجل بيبقى عنده الكتله العضليه اكتر، الستات معرضه للدهون اكتر، لكن النهارده احنا سواء راجل او ست حلم ان هو يخس صغير او كبير. النهارده انا بشوف اطفال يا جماعه، اطفال كتير بشوفهم عندهم نسبه من البدانه كتير قوي، الفاست فود والوجبات السريعه، مفيش عندنا نظام غذائي، مفيش رياضه، مفيش كل الكلام ده كله. طب النهارده بنقول لك تقدر انت كطفل او انثى او راجل تقدر تعالج نفسك، نقدر نعالجك بحاجات بسيطه بحاجات طبيعيه 100%. عندنا النهارده بنستخدم بذور السيليوم، بنستخدم النهارده الجراسيليوم، بنستخدم النهارده التوت البري، بنستخدم حاجات طبيعيه جدا، اكليل الجبل، الحاجات الطبيعيه دي بتساهم بنسبه كبيره جدا في انها الحرق، معدل سرعه الحرق بسرعه كبيره جدا. فبنعمل معدل سرعه الحرق بسرعه كبيره جدا، بننزل الميه اللي موجوده في الجسم، ان جسمنا بيكون فيه ميه. كمان انت ما عندكش مشكله لما تاكل، ان احنا بنشتغل على، انت عارفه في مناطق معينه كده تلاقي السمنه بتجري عليها. احنا النهارده من خلال الكبسولات دي ومن خلال الكورسات دي بنقدر ان انت نقضي على الاماكن اللي فيها الوزن الزائد، بنقضي عليها. وكمان من خلال عمليه الاخراج بيطلع كمان المشاكل، يعني لو كلت اكله سميكه كده ما تخافش، هتاكل اكله مسبكه ولا تخاف، بعد شويه هتخرج ومن خلال الكبسولات دي وهتحس بالشبع، بتعمل عندك عمليه زي اسفنجيه كده في البتاع، بتديك شعور بالشبع، فانت بتاكل ربع الاكل اللي انت بتاكله كمان، وفي نفس الوقت تحس ان انت فرحان ومبسوط وخسيت كمان في شهر. كمان ممكن تنزل من 10 ل 15 كيلو في شهر وبالاثبات وبتحدي، والناس ممكن تتواصل معنا خلال فريق طبي خلال ارقام موجوده او عن طريق الواتساب. طيب انا هقف بقى على التواصل ده. انا مثلا عندي مناسبه قريبه جدا، عروسه مثلا هتجوز، مثلا حفله تخرج الكليه، راح اقدم في شغل ونفسي فيه، كنت انا شاب، العمليه دي بتتم ازاي معاكم؟ يعني انا بتصل، ايه اللي بيحصل؟ بيجينا ناس بقى بتكلمنا كتير جدا، الحقوني انا فرحي كمان شهر، انا عندي مناسبه كمان شهر، وتبعيني البنت نفسها تظهر بشكل كويس خلال شهر. نقول لها ما تيأسيش، تعالي معانا. معقوله تقعد تقول لنا لا؟ معقوله خلال شهر؟ ده انا بقالي سنين شغال على الموضوع، عملت دايت وعملت انظمه غذائيه ورحت عملت عمليات و و و، مفيش اي فايده. بنقول لها لا، معانا ان شاء الله باذن الله كل مشكله وليها حل، من خلال شهر، من خلال كورس مكثف جدا، من خلال الكورس طبيعي 100%، تقدر تتعامل معانا في خلال شهر، بتنزل من 10 15 كيلو وبالتحدي. ليه مش بثبت بقول من 10 15 كيلو؟ لان كل جسم مختلف عن التاني. من خلال الفريق الطبي، احنا عندنا فريق طبي متميز، فريق طبي اكتر من رائع، من خلال بيتصل مكالمه تليفون، اي حد ممكن يتواصل معانا، مكالمه مجانيه بيتواصل معانا او بيبعت لنا على الواتساب، فريق طبي متخصص بيبدا يشوف الحاله، ايه حالتك، تستدعي ايه، تستدعي تاخد اي نوع من الكبسولات، تستدعي ان انت في فتره قد ايه هتخس، وبالتحدي وبنسبه ناس كتير جدا بتتواصل معانا، الحمد لله رب العالمين، وزنهم بينزل وبتروح المناسبه وهي فرحانه، ودي بتبقى اكتر حاجه بتسعدنا ما شاء الله. طيب بالنسبه للاقاليم، ناس من الاقاليم، مشاهدين من الاقاليم بيشوفونا، هل ممكن يوصلوا للمنتج ده؟ بكل سهوله جدا، يتواصلوا بس مع الارقام الموجوده اسفل الشاشه، يبعتوا لنا على الواتساب الحاجه توصلهم، لو مش هم في الاقاليم، لو هم في اخر بلاد الدنيا، احنا هدفنا سعاده يا نهال، هدفنا بجد. الله. اقسم بالله لما بشوف واحده خست وكان وزنها مليان وخست ببقى مبسوط جدا، لما بتجي لنا وكانت هي مليانه وتنزل وهي ذات نفسها بتبقى فرحانه وتقول لنا انا ممكن اقول للناس انا كنت تخينه وخسيت ليه، بتقول بتفتخر بنفسها، تقول لي الاول كنت اخاف اوري وشي للناس، اخاف انزل للناس. الله على الكلمه، بتفتخر بنفسها. كلمة دي جميلة جدا على فكرة، انك تحس انك تقدر تعمل حاجة، ده مهم جدا، ده مهم جدا. طيب كلمني عن كبار في السن شوي، يعني هاخدك من سن الايه 45 بقى، لا 45 انتوا صغيرين شباب، ايوه شباب، هاخدك مثلا من 50، قول لي دول عايزين يعيشوا برضو حقهم، لسه شباب برضو، طبعا مصيرهم ايه بقى؟ كنت لسه في شرم الشيخ فكنت شايف واحدة عندها في الثمانينات ونازلة المية وراحة مع جوزها وبيجروا على المية، بقيت فرحان قوي. احنا ما عندناش حاجة اسمها سن كبير وسن صغير، اي حد عايز
انت من حقك وانت من حقك تقول انا مفيش حاجه عندي 60 ولا 70 ولا 80، عيش حياتك. في ناس كتير النهارده عندهم اللي انت بتقول السن ده 60 و70 وبتاع، ما بيقدرش يقوم يصلي، ما بيقدرش يقوم يقول لك مش قادر، مش قادر اتحرك، وجع مفاصل، وجع، كل ده بسبب السنه. طب ما تيجي نحارب السن ده، وكمان مفيش اي اعراض جانبيه بترجع لنا برضو، وبنبدا نشوف عندنا دكتور متخصص، الفريق الطبي يبدا يشوف انت عندك امراض ايه، ده بيجي ايه، ونبدا نشوف الحاجه اللي ممكن تجيب اثار جانبيه نبعد عنها، الحاجه اللي مش هتجيب، واحنا الحمد لله ما عندناش اي اثار جانبيه لان كلها اعشاب طبيه وبذور طبيعيه 100% 100%. طيب لهيلث لايف ايكون ناس بيثقوا فيهم جدا، ريم، مساء الخير يا ريم. ريم مساء الخير. النور. ريم خسيتي كام كيلو في شهر ونص؟ لان انا سمعت الرقم اتذهلت. خسيت كام؟ حوالي 40 كيلو. ما شاء الله، الله اكبر. ازاي يا ريم احكي لنا؟ انا كنت ماشيه على النظام الغذائي وكنت ملتزمه بيه وكنت بلعب ايروبكس وبلعب بروح الجيم. طلنا صوره ريم كده. ايوه يلا يا ريم كملي. بس فكل ده، وطبعا كانت حالتي النفسيه كانت الاول كانت وحشه جدا. لما كنت تخينه، بعد كده لما ابتديت بقى الاقي مقاس هدومي بيختلف وشكلي بيختلف. ريم هسألك سؤال كده قدام الساده المشاهدين، الكبسولات اللي خدتيها بتصدعك، بتخليكي تدخلي في مود اكتئاب، تتضايقي، تتعصبي؟ لا خالص، ما فيش اي الله عليكي فيها خالص. الله عليكي. انا عايز بس استغل ريم معانا. ريم، فكر الناس اول ما جيتي قلت لنا ايه، كنت شايفه ان الموضوع ممكن يبقى صعب صح في الاول؟ كنت في الاول كان الموضوع بالنسبه لي مستحيل، لما كنت شايفه الموضوع بالنسبه لي مستحيل. تقولي صعب 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 انزل كل ده، كل حاجه في حياتنا. لكن الحمد لله حياتها اتغيرت. نورتني دكتور رامي العقاد، متحدث الاعلامي بدره مصر 2020 ضد السمنه. فرحانه بيكم، كملوا في هيلث لايف، النتائج دي رائعه، بالتوفيق دايما. انتظروني يوم الاحد الجاي في حلقه امتع ما تكون، ما اعرفش هجيب ايه، لكن الاهم في نفس الميعاد. كانت معكم نهال طايل في امان الله.